من علم الوراثة الميكروبية إلى ماسحة زجاج السيارة حتى أول كمبيوتر إلكتروني، هي اختراعات طالما نسبت إلى الرجال في وقت كان النساء أول من أخرجها إلى الوجود. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم 6 اختراعات نسائية نسبت إلى الرجال عبر التاريخ حسب موقع براين بيريز. تابعونا على قناة موسوعة بالضغط على زر اشتراك للمزيد من المواضيع الرائعة، ولا تنسى دعم المقطع بلايك تشجيعا لنا على تقديم المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. في كثير من الأحيان عبر التاريخ اكتشفت المرأة أشياء مذهلة، إلا أنهن لم يحصلن يوما على الاعتراف نظير مجهوداتهن، فالعديد من التطورات في الطب والعلوم والتكنولوجيا كان وراءها النساء عكس ما كنا نعتقد أن الرجال هم من اكتشفوا كل شيء، بل وأن هؤلاء النساء تعرضن للقمع بدل الاعتراف والتشجيع. في المركز السادس، إستر ليدربرغ، علم الوراثة الميكروبية. في القرن السابق كانت هنالك صعوبات أمام المرأة التي تسعى إلى البحث في مجالي العلوم والتكنولوجيا، لكن إستر ليدربرغ تحدت كل الصعاب لبلوغ هدفها في هذا المجال، وكان ذلك بمساعدة زوجها الذي كان يعمل في مختبرات جامعة ستانفورد، وهذا ما ساعدها على إكمال بحثها بشكل أفضل، وواصلت دراستها وأبحاثها لتصبح أول شخص يفصل البكتيريا لامادافاج، واكتشفت رفقة زوجها الصفائح المتماثلة، واكتشفت عامل الخصوبة الجرثومي F. وفاز زوجها بجائزة نوبل عن العمل الذي أنجزاه معا، لكن لم ينسب إلى إستر أي فضل على الإطلاق في أعمالهما سويا. في المركز الخامس، جوسلين بيل بورنيل. هي عالمة فيزياء نووية بريطانية، بينما كانت بصدد إكمال دراستها العليا في جامعة كامبريدج اكتشفت نوعا من النجوم النيوترونية والذي يسمى بالبولسار، الذي كان نجما مدمجا تنبعث منه موجات مشعة من قطبين، هذا تحت إشراف عالم الفيزياء البريطاني أنتوني هويش، والذي حاز على جائزة نوبل للفيزياء برفقة مارتن رايلي على هذا الاكتشاف، بينما استبعدت جوسلين ولم يعترف بمجهوداتها بالرغم من كونها أول من رصد وحلل هذه النجوم النابضة. في المركز الرابع، نساء إنياك، أول كمبيوتر إلكتروني. في الوقت الذي لم يستطع الجيش الأمريكي تجنيد المجندين الذكور في قسم الهندسة في بداية الحرب العالمية الثانية، اضطر إلى تجنيد النساء في هذا القسم التابع للقوات الأمريكية، وقاموا بتدريب 6 نساء وهن كاثلين ماكانتلي، فرانسيس بيلاس، بيتي جون جينيجر، روث ليكسيرمان، إليزابيث سنايدر، ومارين ويسوف. وعمل هؤلاء النسوة على كمبيوتر ضخم يسمى إنياك، الذي تم إنشاؤه للعمل به في ظروف الحرب العالمية الثانية، وخلال مهمتهن عملن على تحسين الجهاز للعمل بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في البداية، لكن التغطية الإعلامية الضخمة لم تعترف يوما بمجهودات أولئك النساء، فقد نسب الفضل إلى المهندسين الذكور فقط من قبيل بيسيبر، إيكيرت، وموتشولي. في المركز الثالث، نيت ستيفنز. هي إحدى عالمات علم الوراثة الأمريكي. اكتشفت ستيفنز في عام 1606 أن الخنافس الذكور تنتج نوعين من الحيوانات المنوية، واحدة ذات كروموسوم كبير وواحدة ذات كروموسوم صغير. عندما خصبت الحيوانات المنوية ذات الكروموسوم الكبير البويضات أنتجت ذرية الإناث، وعندما خصبت الحيوانات المنوية ذات الكروموسوم الصغير البويضات أنتجت ذرية الذكور، وقد لوحظ هذا النمط في الحيوانات الأخرى بما في ذلك البشر، وأصبح يعرف باسم نظام تحديد الجنس XY. كانت نيتي هي المكتشفة الأولى لهذه الحقيقة، ولكن نسب الفضل في ذلك لزميلها ومعلمها إدموند بيتشر ويلسون بدلا منها. في المركز الثاني، ماري أندرسون. في عام 1902 جاءت ماري أندرسون بفكرة ماسحة الزجاج الأمامي للسيارة، بعد أن لاحظت أن السيارات في نيويورك تواجه صعوبة في الرؤية بسبب الثلوج المتراكمة على الزجاج الأمامي. منحت أندرسون أول براءة اختراع لها لجهاز تنظيف نوافذ السيارات الأوتوماتيكي الذي يتحكم فيه من داخل السيارة، لكنها لم تتمكن من العثور على مصنع يدعمها بتصنيع منتج ضخم من اختراعها. ثم بعد انتهاء مدة براءة اختراعها قام روبرت كرينكس بتصنيع شفرات المساحات الخاصة بها، فنسب إليه الفضل في الاختراع. المركز الأول، إليزابيث ماجي.
كانت لعبة مونوبولي من إبداع إليزابيث ماجي عام 1903، ونالت براءة اختراعها عام 1904، ولكن لم يكن هنالك مصنع على استعداد لتصنيعها، بل وصفت اللعبة بأنها معقدة وسخيفة. وبعد 30 عاما لعب تشارلز دارو اللعبة فأحبها وأخذ الفكرة إلى شركة باركر براذرز، فأنتجتها الشركة بحجم كبير، وصدرت اللعبة تحت اسم جديد هو مونوبولي، واعتبر دارو مخترعا لهذه اللعبة التي لم يخترعها هو حقيقة. شكرا وإلى اللقاء.